محمد صلاح فعلها ودعم فلسطين عمليا وليس بصورة أو كلام كما يرى البعض، وهذه تفاصيل عودة الشكر بعد انتقادات بحق فخر العرب. في البداية طعنات في ظهر محمد صلاح النجم العالمي، مع ما رأه البعض صمتا من صلاح لا يتناسب مع ما يحدث في غزة. وهوجم محمد صلاح، انتقادات وتوصيفات قاسية وحملات رأها البعض ممنهجة ضده، ووصلت لدعوة إلغاء متابعة حسابات محمد صلاح. في المرحلة الثانية محمد صلاح دخل مرحلة المقارنات، مع كل لاعب يضع صورة علم فلسطين أو يكتب دعم إلى غزة، وعشرات التساؤلات بعضها كان بدافع الحب. وفعلا قدم لاعبون بارزون الدعم إلى فلسطين، منهم كريم بنزيما ورياض محرز ومصطفى محمد ومحمد النني وغيرهم كثير، عبر وضع صور علم فلسطين أو كتابة عبارات ترفض قصف غزة. وتدخل في هذه المرحلة الإعلامي عمرو أديب من منبره الإعلامي ليسكب مزيدا من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي تطلب أخيرا من محمد صلاح موقفا تجاه فلسطين، وكأن صلاح وحده الذي لم يعبر عن موقفه بعد. محمد، هذا هو وقت الكلام، تحدث حتى نراك. أنا أعلم تماما اللي جواك، وأعلم تماما إن أنت لن تتردد. في المرحلة الثالثة وتزامنا مع ما يحدث لصلاح، كانت قناة نادي القباني قدمت فيديو قصير عن منتخب دعم فلسطين وتشكيله الأساسي والاحتياطي، وقلنا نصا هذا. ختاما أتمنى أن تحسنوا الظن بالنجم محمد صلاح، اعتبروه في هذا التشكيل احتياطية، وأعتقد أنه سيحرز أو يمرر أهداف بمجرد نزول. بالفعل استطاع محمد صلاح إحراز أهداف الدعم الحقيقي مبتعدا قليلا عن الصور والكلمات، وإن كانت الصور والكلمات ليس عيبا أو حراما، لكن محمد صلاح لم ينتصر لنفسه إذا ما حدث ضده، سواء كان مدبر أو حزنا من محبين. تبرع محمد صلاح إلى الهلال الأحمر المصري دعما للأشقاء في فلسطين. طبعا الأمر حدث يعني مش غريب على النجم محمد صلاح، ومش أول مرة طبعا النجم محمد صلاح يساهم في الإنسانية ويساعد الناس مش في داخل مصر بس خارج. عمرو أديب لم يترك هذه اللحظة وعاد ووجه رسالة لمحمد صلاح قال فيها: لا طب ده شيء عظيم وشيء جميل وشيء احنا يعني نتوقعه من قامة عظيمة رياضية تاريخية في مصر زي محمد صلاح، ابننا بنفتخر بيه، مش كده ولا ايه؟ محمد صلاح دعم بشكل عملي فلسطين، وانا اطالب كل نجوم الكرة الذين وضعوا صورا ونشروا كلمات ان يتوجهوا الى التبرع بالمؤسسات الرسمية كلهم في دولته كما فعل محمد صلاح، فهذا هو الدعم الحقيقي. ولازلت أحسن الظن في محمد صلاح أنه سيدون وسيضع صورا وسيكتب كما يريد البعض، ولكن في الوقت المناسب كما فعلها في التبرع. ولا يعني ذلك إطلاقا عدم تفهم مشاعر الغضب أو مشاعر الواجب الوطني التي كانت حريصة أن يكون محمد صلاح في مقدمة داعمي فلسطين، لكن اجعلوا لكل شيء وقته وأحسنوا الظن في محمد صلاح. عاشت مصر، عاشت فلسطين، عاش كل من يدعم الحق الفلسطيني.